سلام الله عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي قهوة جرنان. تحية صباحية لكل متابعي هذا البرنامج، وأمنا دائم إن شاء الله نلقاكم بالصحة والعافية. أهم ما جاء في الصحافة الوطنية صحافة الأربعاء 6 أفريل الموافق للثامن 28 جمادى الثانية، في مسألة أوراق بنما أو ما يعرف بهذه الفضائح، فضائح التهرب الضريبي لبردي فيسكال. كانت لوموند الفرنسية بالأمس في عددها الصادر بالأمس قد أرفقت مقالا في هذا التهرب الضريبي لصورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رغم أنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بهذه الفضائح. لوموند اعتذرت رسميا وقالت أنها كانت تقصد الجزائر من هذه الصورة، وقدمت اعتذار رسمي، وحتى الخارجية الجزائرية كانت احتجت في هذه المسألة. قناة النهار اليوم قالت لوموند تعتذر للرئيس بوتفليقة عن خطئها غير المهني بعدما أرفقت صورته بمقال لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد. هذه صورة المقال اليوم في النهار. في عنوان آخر النهار قالت تأجيل اختيار المواقع لمكتتبي عدل 2 إلى غاية الانتهاء من عدل 1. طارق العريبي قال إن العملية ستنطلق شهر جويلية، هذا ما أكده، وقال أنه كل مكتتبي عدل 1 سيسكنون قبل نهاية 2016. في مسألة أخرى، سقم مروحكم الدعوة راهي هملة، هذا ما قاله عبد القادر والي، انتقد الوضعية الكارثية التي آلت إليها بعض الطرقات، وقال منع إنجاز المشاريع قبل إجراء دراسة شاملة ودقيقة لها من كل الجوانب. هذه أهم عناوين النهار اليوم. جريدة الحوار قالت القرار صدر أمس بالجريدة الرسمية، إنهاء مهام النائب العام بروكيرور جنرال زقماطي رسميا. هذا زقماطي هو اللي كان أصدر مذكرة توقيف في حق شكيب خليل. بالأمس صدر عدد الجريدة الرسمية فيه إنهاء مهامه، قالت الحوار. مصادر قانونية لا تستبعد إحالة ملف بالقاسم زقماطي على العدالة ومتابعته قضائية. الحوار قالت أيضا اتفاق مبدئي لتثبيت إنتاج النفط في اجتماع الدوحة، وتساءلت قالت هل ستتحقق نبوءة شكيب خليل. شكيب خليل في تصريحاته قال أن أسواق النفط ستعرف انتعاش تدريجيا، لما لا. وقت الجزائر قالت لعبة لوموند الخبيثة. في هذا الموضوع بالتحديد اليوم كل الصحافة الوطنية تكلمت في هذا الموضوع، وقالت أنه وسائل إعلام فرنسية خاصة تلك ربما المحسوبة على اليمين مثل لوفيغارو شنت حملة ضد الجزائر وبالخصوص ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. قالت تعمدت نشر صورة الرئيس في ملف فضيحة أوراق بنما، رغم أنه في هذه الفضيحة اللي فيها تورط العديد من رؤساء الدول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا يوجد في هذه الأوراق وفي هذه الشخصيات التي ظهرت في أوراق بنما. وقت الجزائر قالت لعبة لوموند الخبيثة. في مسألة الأساتذة المتعاقدين، وقت الجزائر قالت بن غبريت ترفع العصا في وجه الأساتذة. قالت ليلى في العراء إغماءات جديدة والأمطار تعمق جراح الأساتذة، المديرون التربويون يبشرون الفصل النهائي للأساتذة المحتجين. وإضافة إلى خبر اختيار مواقع لديال دو في كل الصحافة مثل ما تكلم طارق بالعريبي وشاهدته أمس في النهار، سيكون في جويليا المقبل اختيار مواقع السكنات. توعد طارق العريبي قال أنه كل أديال واحد يسكنون قبل جوان 2016، هذا وعد قدمه طارق العريبي مدير لديال. المحررة اليومي قالت فرض الفيزا على مزدوجي الجنسية مطلع جوان المقبل، هذا إجراء تكلمت عنه المحرر اليومي. جريدة البلاد قالت كريستيان غوركيف يفتح النار على الجزائر بعد مغادرته. كريستيان غوركيف قال لوسائل فرنسية قال أن المحيط لا يساعد والملاعب الجزائرية تعاني من العنف. وقالت أيضا البلاد تكالب إعلامي فرنسي ضد الرئيس بوتفليقة عشية زيارة الوزير الأول الفرنسي إلى الجزائر. بعض الصحف قرأت هذا الخبر على أنه محاولة لضغط الأطراف الفرنسية على الجزائر لنيل المشاريع أو الصفقات مثل ما ذهبت في تحليلها بعض الصحف اليوم. المحور قالت مواضيع مثل كل الصحافة الوطنية، قالت مواطنون يتفقدون شققهم بمواقع عدل واحد، وقالت بن غبريت تواصل تقديم تنازلات للأساتذة المتعاقدين. جريدة الوسط قالت في رسالته للعاهل السعودي بوتفليقة يدافع عن موقف الجيش من النزاعات خارج الحدود. جريدة الموعد قالت الجزائر لوحدها
هي من تعارض التدخل الخارجي في ليبيا، قالت أن تونس مترددة، هذه الموعد اليومي، قالت أن تونس مترددة بسبب خوفها من التهديدات الإرهابية. وذهبت أيضا الموعد اليومي قالت أن مسؤولون أمريكيون يضغطون على الجزائر وتونس باستمرار لاستغلالها في الغارات الجوية وعمليات المراقبة. في جريدة الشعب، مساهل يسلم رسالة من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، قالت الشعب ارتياح لتطبيق القرارات التي اتخذها رئيسا البلدين. في مسألة أخرى، هناك مشروع للرعاية الصحية عن بعد أطلقه بالأمس كل من وزير الصحة ووزيرة تكنولوجيا الاتصال والبريد بوضياف وفرعون، أطلق هذا المشروع. مونيا مسلم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قالت أن الإسلاميون، هذا في تصريحها للصوت الآخر اليوم، قالت أن الإسلاميون يتحاملون علي رغم أني معتدلة. وقالت قبولنا باتفاقية سيداو لا يعني إطلاقا تقنين زواج المثليين، هذا مثل ما جاء في الصوت الآخر. وقالت أن الأرسيدي ينفتح على المعربين ويخرج من قوقعته بتيزي وزو. محسن بن عباس يرسم خريطة جديدة للحزب، هذه أهم عناوين الصحافة. هناك خبر رياضي لمحبي الرياضة، قالت أن طرابطوني الجزائر، هذه صحيفة الجزائر، قالت أن طرابطوني يستبعد فكرة تدريب الخضر عقب الحديث عن وجود 3 مدربين إيطاليين في مفكرة الفاف. طرابطوني يستبعد الأمر، استبعد تدريب الجزائر. إلى عناوين اليوم، مليار شهريا من أجور اللاعبين في خزينة الكناس. قالت النهار حددت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بموجب مرسوم تنفيذي أساس ونسبة اشتراك وأداء الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها التأطير التقني الرياضي ولاعبو النادي الرياضي المحترف من خلال صب ما نسبته 34.5% من شبكة أجور اللاعبين مباشرة في خزينة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كناس كاشتراك مقابل تأمينهم اجتماعيا. جريدة لوموند تعتذر رسميا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن خطئها المهني. قالت النهار قدمت جريدة لوموند الفرنسية اعتذارا رسمي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد نشرها لصورته في مقال فضيحة تهرب الضريبي دون أن يذكر اسمه في وثائق بنما. صحيفة لوموند الفرنسية قالت النهار اعترفت أن نشرها لصورة الرئيس بوتفليقة لا يعكس إطلاقا مضمون المقال، لا سيما أن ورود أسماء مسؤولين جزائريين لا يعني بالضرورة تورط رئيس البلاد، عللت لوموند. في مسألة لاديال، تأجيل اختيار المواقع لمكتتبي عدل 2 إلى غاية الانتهاء من عدل 1، قالت النهار أوضح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه طارق بالعريبي أنه تم تأجيل عملية اختيار المواقع وتسليم قرارات التخصيص للبريافكتاسيون المسبقة لفائدة مكتتبي عدل 2 من شهر مارس المنقضي إلى النصف الأول من شهر جويليا المقبل لتجنب الفوضى، على اعتبار قال المدير أن العملية لم تنتهي بعد من مكتتبي 1، مضيفا أن عملية التأجيل هذه جاءت لأجل التحضير الجيد للعملية نظرا للعدد الكبير للمكتتبين وتهيئة أحسن الظروف. وزير الأشغال العمومية قال سقموا رواحكم الدعوة راهي هاملة. قالت النهار شدد المسؤول الأول عن قطاع الأشغال العمومية عبد القادر والي من لهجته تجاه المسؤولين عن الوكالة الوطنية للطرق السريعة وأيضا الجزائرية لتسيير طرق السيارة لاينا والأجيا خلال الزيارة التفقدية التي قادته أمس إلى مقر الهيئتين، حيث منح الوزير الأول المسؤولين مهنة الوزير عبد القادر والي المسؤولين مهلة محددة من أجل صيانة وتحسين وضعية الطرقات وإضفاء أكثر نجاعة في عمل هاتين الهيئتين. ووجه عبد القادر والي قالت النهار تعليمات صارمة إلى المسؤولين للخروج من مكاتبه. جريدة وقت الجزائر قالت بن غبري ترفع العصا في وجه الأساتذة. قالت وقت الجزائر باشر المديرون بالمؤسسات التربوية على مستوى كل من البويرة بيبو مرداس الجزائر الشرق في لي ذراع الأساتذة المتعاقدين الذين يدخلون يومهم الثالث دون الالتحاق بأقسامهم في إطار مسيرة الكرامة. قالت وقت الجزائر التي انطلقوا فيها من بداية الأسبوع الماضي وشرع البعض منهم في التهديد بالفصل النهائي للأساتذة، في حين
عمل آخرون على توجيه إشعارات بالفصل في وقت تأكد فيه المحتجين تمسكهم بمطلبهم في الإدماج ومواصلة إضرابهم عن الطعام. جريدة البلاد قالت تكالب إعلامي مفاجئ ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. البلاد قالت شنت صحف وقنوات وإذاعات فرنسية أمس حملة إعلامية مفاجئة ضد الحكومة الجزائرية بهدف الضغط، قالت البلاد، لافتكاك تنازلات اقتصادية عشية زيارة الوزير الأول مانويل فالس للجزائر مطلع الأسبوع القادم. وقالت أيضا البلاد التكالب الإعلامي الموجه ضد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قالت بشأنه صحيفة لوفيغارو اليمنية أنه ماضي في تشييد، هذا ما قالته لوفيغارو، قالت أن الرئيس ماضي في تشييد ثالث أكبر معلم إسلامي في العالم تزامنا مع الحرب العالمية ضد الإرهاب. وأفادت أيضا إذاعة ارتيال أن العلاقات الجزائرية تشهد فترة انتعاش غير مسبوقة لكنها تمر في نفس الوقت، قالت الارتيال، بمنغصات سببها ورود أسماء وزراء جزائريين في فضائح فساد ذات بعد دولي. الحوار عادت لإنهاء مهام النائب العام زوغماتي رسميا. الحوار قالت صدر أمس في الجريدة الرسمية قرار إنهاء من مهام النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بالقاسم زوغماتي، هذا الأخير الذي كان وراء إصدار مذكرة توقيف دولية ضد وزير الطاقة السابق شاكيب خليل. وقد تضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية قالت الحوار أمس قرار إنهاء مهام النائب العام أيضا لمجلس قضاء بجاية محمد حمادو، إضافة إلى تحويل العديد من نواب المجلس على الجهات القضائية. جريدة المحور قالت تصحيحية حفصي تطرق بيت أويحيى من جديد. قالت المحور دعا مجموعة من أعضاء المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي الأرندي بقيادة عضواء المكتب الوطني الطيب زيتوني ونورية حفصي إلى تأجيل المؤتمر الاستثنائي المقرر أيام 5 و6 و7 من ماي لتصحيح بعض الاختلالات التي عرفتها عملية التحضير، وذلك في بيان عقب اجتماع لهم أول أمس بالعاصمة بحضور مجموعة من المناضلين مكونة من 10 أعضاء من المجلس الوطني. جريدة المساء قالت تجميد الحسابات البنكية وحجز الممتلكات بعد مهلة شهر. قالت المساء حذر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأكناس لغير الأجراء لكازنوس الممتنعين عن دفع الاشتراكات المتأخرة الذين لا يستغلون التسهيلات الممنوحة في إطار تدابير قانون المالية التكميلي، المتضمن أيضا مسح العقوبات والغرامات المالية متوعدا بتطبيق قانون ضدهم وبكل صرامة. وأكد المدير العام للصندوق يوسف عاشق أن مصالحه ستقوم بإفاد مراقبين إلى المعنيين فور انتهاء الأجال المحددة لتنبيههم وإعذارهم على أن تشرع في تنفيذ العقوبات بعد مهلة شهر. ومن العقوبات المقررة بالإضافة إلى عدم الاستفادة من التدابير الجديدة والتسهيلات، ذكر عاشق أن الأمر قد يصل إلى غاية تجميد الحساب البنكي للمعني أو حجز بعض ممتلكاته للحصول على الاشتراك. في الصحافة الناطقة بالفرنسية الإكسبريسيون قالت كوابيس الملك. وقالت الإكسبريسيون اقتنعت السعودية أخيرا بأن موقف الجزائر في عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى مبدأ لا يتغير، وتجلى ذلك خلال رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أدلى بها الطيب بلعيز وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية للصحافة عقب استقباله من طرف خادم الحرمين الشريفين. وقالت الإكسبريسيون السعودية ستكون مجبرة على تخفيف التوتر مع الجزائر في ظل الكوابيس التي تعيشها من تخوفها من انهيار نفط جديد، خاصة في ظل عودة إيران، إضافة إلى تخوفاتها من انعكاسات الحرب على اليمن. جريدة الكارفور دالجيري قالت وفاة 47 شخص وإصابة أزيد من 1400 بجروح في حوادث المرور خلال أسبوع. لوكارفور دالجيري قالت لقي 47 شخص حتفهم وأصيب 1457 آخرون بجروح في سنة 2015، وتم تسجيل على المستوى الوطني في 1215 حادث مرور تم تسجيلها على المستوى الوطني في الفترة الممتدة بين 27 مارس إلى 2 أفريل. وقالت لوكارفور دالجيري أن هذه الفترة لا تتعدى الأسبوع تم تسجيل فيها 47 ضحية. قالت أن أبعاد حوادث المرور في الجزائر أخذت منحى
خطير جدا. في الصحافة المحلية آخر ساعة قالت أزمة مياه كبيرة ببلدية بالرحال. قالت آخر ساعة يعيش سكان بلدية بالرحال متواجدة عند المدخل الغربي لولاية عنابة أزمة مياه كبيرة منذ عدة أسابيع أعادت المواطنين إلى العصور الوسطى بعد أن وجدوا أنفسهم مجبرين على التزود بهذه المادة الحيوية من خلال المنابيع الطبيعية والصهاريج. وقالت أن هذه الحالة استمرت لأكثر من سنة. صوت الغرب قالت عائلات بدوار دووشة بغليزان تناشد وزير الداخلية إفاد لجنة تحقيق. قالت صوت الغرب ناشدت 7 عائلات تقطن بدوار دووشة بغليزان وزير الداخلية والجماعات المحلية لإفاد لجنة تحقيق لبلديتهم للوقوف على ما وصف بالتجاوزات في توزيع القطع الأرضية المتواجدة بهذا الدوار. تصريح اليوم وتصريح طارق بالعريبي المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه أديال. طارق بالعريبي قال تم تأجيل عملية اختيار المواقع وتسليم قرارات التخصيص لفائدة مكتتبي عام 2 من شهر مارس المنقضي إلى النصف الأول من شهر جويليا المقبل. قال من أجل تجنب الفوضى والاختلاط مع مكتتبي عام 1، وقال سيتم إسكان مكتتبي عام 1 بالعاصمة قبل حلول شهر رمضان بكل مواقع جنان سفاري، سيدي عبد الله، وولاد فايت وبعض المواقع في إرغان. بالتصريح نختم معرض الصحافة إلى ضيف وموضوعات.